اليوم يا شباب بدنا نبلش في شرح نظام إدارة محرك الديزل. في هاي المحاضرة إن شاء الله راح ناخذ مقدمة، مراحل عملية الاحتراق، راح ناخذ كمان الأشواط الأربعة اللي خاصة بمحركات الديزل، راح نشرح نظام المساعدة على التشغيل بشكل سريع، يعني عن الدائرة الكهربائية الخاصة بالسلف، وخاصة كيف نظام التدفئة، وراح ناخذ كمان تطور أنظمة حقن الديزل. خلينا نبلش فيهن جزء جزء. أول شيء بناخذ المقدمة. بالنسبة يا شباب لمحركات الديزل، هي محركات منتشرة جدا ويكثر استخدامها في السيارات الكبيرة والشاحنات والحافلات، وذلك لقدرة هذه المحركات على إعطاء عزوم كبيرة جدا، أكبر بكثير من محركات البنزين. هي أيضا شأنها شأن محركات البنزين هي محركات احتراق داخلي، ولكن الاشتعال يتم فيها ذاتيا عن طريق الضغط والحرارة، وليس كما هو الحال في محركات البنزين عن طريق البوجية، حيث يتم حقن الوقود بضغط عالي جدا في داخل غرفة الاحتراق، واللي بيكون مضغوط بفعل شوط الضغط، وبتكون درجة حرارة الهواء مرتفعة بشكل كبير، قد تصل إلى تقريبا 750 درجة، ويعمل الضغط والحرارة على إشعال الوقود. لذلك يا شباب تحتاج منظومات حقن الديزل إلى العناية الفائقة في الصيانة الدورية لأجزائها، وذلك من أجل المحافظة على كفاءة أدائها، وكذلك تقليل التلوث الجوي. ويجب أن تتم هذه الصيانة على أيدي فنيين متخصصين، منعا لأي أخطاء قد تؤدي إلى نتائج عكسية. الدورة الرباعية لمحركات الديزل، طبعا كما هو الحال في محركات البنزين، بتكون محركات الديزل رباعية الأشواط، وقد تكون أيضا ثنائية الأشواط، ولكن المحركات المستخدمة في السيارات جميعها رباعية الأشواط، وتتكون من الأشواط الأربعة التالية. أولا شوط السحب، ففي شوط السحب يفتح صمام السحب، والذي من خلاله يتم دخول الهواء فقط، وليس كما هو الحال في محركات البنزين حيث يتم دخول خليط من الهواء والبنزين. أما في محركات الديزل فيتم دخول الهواء فقط أثناء شوط السحب. اثنين شوط الضغط، ينتقل فيه البستون من النقطة الميتة السفلى إلى النقطة الميتة العليا، وفيه يتم ضغط الهواء الموجود في داخل الأسطوانة، وقد تبلغ نسبة الانضغاط في محركات الديزل للمحركات المزودة بالتيربو تشارجر إلى 25 إلى 1، وقد تصل إلى 18 إلى 1 في المحركات الغير مزودة بالتيربو، وقد تصل أيضا درجة وقد تصل درجة حرارة الهواء من 500 إلى 750 درجة، وتصل قيمة الضغط من 30 إلى 55 بار. لاحظ أنه في الكتاب في خطأ مكتوب نسبة الانضغاط، هي ليست نسبة الانضغاط ولكن قيمة الضغط. قيمة الضغط في شوط الضغط تصل من 30 إلى 55 بار، وهذه قيمة مرتفعة جدا. الآن الضغط العالي والحرارة العالية تؤدي إلى اشتعال الوقود ذاتيا عند حقنه. ثالثا شوط القدرة، والذي ينتقل فيه البستون من النقطة الميتة العليا إلى النقطة الميتة السفلى، حيث أن بمجرد حقن الوقود يتم اشتعاله، وبالتالي يرتفع قيمة الضغط بشكل كبير جدا، والذي يؤدي إلى ضغط المكبس إلى أسفل من النقطة الميتة العليا إلى النقطة الميتة السفلى، وهو الشوط الفعال الذي يستفاد منه. رابعا شوط العادم، ينتقل فيه البستون من النقطة الميتة السفلى إلى النقطة الميتة العليا، ويفتح فيه صمام العادم، والذي من خلاله تطرد غازات العادم إلى الهواء الجوي عن طريق نظام العادم. الشكل اللي مبين أمامنا يا شباب، بين لنا الأشواط الأربعة، بنلاحظ إنه هان الشوط الأول شوط السحب زي ما احنا شايفين، هاي الهواء داخل إلى داخل غرفة الاحتراق. طبعا في بيكون شكل بستون شكل خاص في محركات الديزل الذي يشكل جزء من غرفة الاحتراق. في عندنا الشوط الثاني اللي هو شوط الضغط، ينتقل البستون من النقطة الميتة السفلى إلى النقطة الميتة العليا، ويؤدي إلى ضغط الهواء في هاي المنطقة أعلى الأسطواني، وبنلاحظ زي ما ذكرنا إنه البستون بيكون شكله خاص حيث يتم ضغط الهواء فيه كما هو مبين بالشكل اللي أمامنا. الشوط الثالث اللي هو الشوط الفعال أو شوط القدرة، عندما يتم حقن الديزل يؤدي إلى اشتعال الديزل، وبالتالي ترتفع درجة الحرارة ويرتفع الضغط إلى درجة عالية جدا، يؤدي إلى ضغط المكبس
الى الاسفل في شوط القدره اللي هو شوط الفعال. الشوط الرابع ينتقل البستون من النقطه الميته السفلى الى النقطه الميته العليا، يفتح صمام العادم ويؤدي الى طرد غازات العادم. طبعا يا شباب جميع الاشواط الاربعه هاي تم شرحها بالتفصيل في مساق محركات احتراق داخلي. الرسم البياني اللي اسفل ايضا يوضح لي قيمه الضغط في كل شوط، فبنلاحظ انه في شوط السحب بيكون الضغط قيمته منخفضه، وفي عدم وجود تيربو قد يكون الضغط اقل من الضغط الجوي، وذلك من اجل سحب الهواء الى داخل غرفه الاحتراق، ولكن بوجود التيربو يكون ضغط قيمته اعلى. بنلاحظ انه الشوط الثاني اللي هو شوط الضغط بلش الهواء او ضغط الهواء يرتفع زي ما احنا ملاحظين. بنلاحظ انه في عندي في هاي النقطه بلشت عمليه الحقن، ولكن عمليه الاشتعال بلشت في هاي النقطه. هاي المسافه ما بين بدايه الحقن وبدايه الاشتعال بنسميها فتره عطله الاشعال، ثم يشتعل الوقود، يرتفع الضغط بشكل كبير جدا ويؤدي الى ضغط المكبس الى اسفل. فكل ما يبتعد المكبس الى اسفل باتجاه النقطه الميته السفلى يقل الضغط. ثم في شوط الرابع اللي هو شوط طرد غازات العادم، يفتح صمام العادم ويطرد غازات العادم، ايضا قيمه الضغط بتكون منخفضه في شوط العادم، بتكون اعلى ما يمكن في شوط القدره اللي هو شوط الفعال. نسبة خلط الوقود إلى الهواء في محركات الديزل. محرك وقود الديزل يا شباب يحتوي على نسب صغيرة من الكبريت والنيتروجين والأكسجين، لذلك فإنه يحتاج إلى كمية أقل من الهواء الجوي لاحتراق وقود الديزل، فبتكون نسبة خلط الوقود بالهواء المثالية 14.5 إلى 1، وليس كما هو في محركات البنزين 14.7 إلى 1، يعني أقل بنسبة قليلة جدا. ولكن يا شباب هذا النسبة المثالية النظرية لا تصلح في المحركات، لذلك يجب إضافة كمية أكبر من الهواء في محركات الهواء، وذلك من أجل حرق الوقود بشكل جيد. طبعا ليش إنه لازم نضيف كمية من الهواء؟ لأنه في هنالك مجموعة من الصعوبات تواجه احتراق وقود الديزل. هذه الصعوبات هي كالتالي: أولا يجب أن يتم الخلط في زمن قصير جدا يبلغ جزءا من الثانية تقريبا، مش مثل محركات البنزين بتم الخلط في مجاري السحب وبالتالي في فترة كافية جدا لخلط الوقود بالهواء. هان يتم الحقن في نهاية شوط الضغط، فبالتالي الوقت المتاح قصير جدا. اثنين، وجود بعض غازات العادم المتخلفة في غرفة الاحتراق مما يعيق احتراق الوقود المجاور لها. عشان تحترق الوقود يجب انه طول الوقت يلامس هواء او اكسجين، فعندما تحترق القطرة الاولى فانها تشكل حولها مخلفات الاحتراق، فداخل القطرة او القطرة المجاورة لها تجد صعوبة في وجود هواء او اكسجين لاكمال عملية الاحتراق، فهذه ايضا من الصعوبات التي تعيق من احتراق وقود الديزل بشكل جيد. الآن ما هي مشكلة خلط الوقود بالهواء؟ هنالك مشكلة كبيرة في خلط الوقود بالهواء قبل بدء الاحتراق. منشأ هذه المشكلة يا شباب هو كمية الهواء، أو هو ضخامة كمية الهواء بالنسبة للوقود، حيث كل قطرة من الوقود تدخل غرفة الاحتراق يجب أن يتم خلطها بكمية من الهواء يبلغ حجمها تقريبا 900 مرة من حجم تلك القطرة. لذلك لضمان حرق وقود الديزل حرقا كاملا ينبغي تزويد محرك الديزل بكمية من الهواء تزيد عن تلك التي تحددها النسبة النظرية للخلط بحوالي من 20% إلى 30%. هذه النسبة الجديدة اللي هي بعد زيادة كمية الهواء تسمى النسبة الفعلية لخلط الوقود بالهواء. طبعا بالنسبة لمحركات البنزين النسبة المثالية تطابق النسبة الفعلية، بينما في محركات الديزل النسبة النظرية أو النسبة نعم النسبة النظرية بتكون 14.5، بينما النسبة الفعلية بتكون زائد هواء بمقدار من 20 إلى 30% تقريبا حوالين 18 إلى 1. لو جيت حسبت بحسبة بسيطة من 20 إلى 30% حوالين 18 إلى 1 يجب إدخال أو تكون نسبة خلط الوقود بالهواء الفعلية في محركات الديزل. نيجي الآن يا شباب لموضوع مراحل عملية الاحتراق في محركات الديزل. تقسم مراحل عملية الاحتراق في محركات ديزل إلى أربع مراحل أساسية، ولكن قبل البدء
في شرحها بدي أذكركم شيء اسمه رقم السيتان. بالنسبة لمحركات البنزين في إلها رقم بنسميه رقم الأوكتان، اللي هي يعبر عن جودة احتراق محرك وقود البنزين. فمثلا إذا كان رقم السيتان عفوا رقم الأوكتان في البنزين 98، فهذا يشير إلى جودة عالية لوقود البنزين أعلى من 95، ورقم الأوكتان 95 أفضل من 91، وهكذا. بالنسبة لمحركات الديزل أيضا يوجد لها رقم، ولكن يسمى رقم السيتان وليس رقم الأوكتان. فكلما كان رقم السيتان لمحركات الديزل مرتفع أكثر، فهذا يعني أنه ذو جودة أفضل. الآن لو جينا إلى المرحلة الأولى، اللي هي مرحلة عطلة الإشعال أو فترة عطلة الإشعال، هي الفترة الزمنية بين بداية الحقن وبداية الاشتعال كما شرحت لكم قبل شوي. الآن هاي مدتها تقريبا 1 في 1000 من الثانية. شوف المدة صغيرة جدا، ولكنها عمليا في داخل المحرك تعتبر مدة طويلة جدا لعملية الاحتراق، وهي تعادل من 10 إلى 30 درجة من زوايا عمود المرفق. في هاي الفترة اللي هي من بداية الحقن إلى بداية الاشتعال، يميل وقود الديزل إلى التحول من حالته السائلة إلى بخار، وثم يخلط مع الهواء اللي بيكون موجود في داخل غرفة الاحتراق. الآن بعد ما يبلش الوقود يحترق، الوقود الذي يبخ بعد ذلك يحترق فورا، لأن الوقود الذي احترق سابقا يعمل كوسيلة إشعال الوقود الذي يبخ بعد فترة عطلة الإشعال. إذا بنرد لخص إنه مرحلة أو فترة عطلة الإشعال هي الفترة الزمنية ما بين بداية بخ الوقود وبداية الاشتعال، بمعنى إن الوقود لا يبدأ بعملية الاشتعال مع بداية البخ، ولكن يأخذ فترة زمنية مقدارها تقريبا 1 في 1000 من الثانية، أو من 10 إلى 30 درجة من زوايا عمود المرفق. طبعا في هاي الفترة بتحول الوقود الذي تم بخه إلى من سائل إلى بخار، ثم يختلط مع الوقود مع الهواء اللي بيكون موجود فيشتعل، وبعد ذلك يعمل كأداة إشعال أو وسيلة إشعال للوقود الذي يتم حقنه بعد ذلك. ما هي العوامل التي تقلل من فترة عطلة الإشعال؟ هنالك 3 عوامل رئيسية. أولا استخدام وقود ذي رقم سيتان مرتفع. كلما كان رقم السيتان مرتفع أكثر، كلما كان أداء وقود الديزل أفضل وقلت فترة عطلة الإشعال. اثنين، حقن الوقود بتذرية جيدة داخل غرفة الاحتراق. حكينا في نظام إدارة محرك البنزين لو تتذكروا، كلما عملنا على ترذيذ الوقود وتصغير قطراته بشكل أكثر، كلما أدى ذلك إلى الخلط الجيد بالهواء. وفي الديزل نفس الشيء، كلما تم تذرية الوقود بشكل أصغر وحقنه بضغط أعلى، أدى ذلك إلى خلطه بشكل أفضل مع الهواء. ثالثا، ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الانضغاط عند بدء الحقن. طبعا بالنسبة لمحركات الديزل، نسبة الانضغاط فيها عالية جدا، قد تصل مثل ما ذكرنا ل 25 إلى 1، فبالتالي بتكون قيمة الضغط عالية جدا، وهذا يؤدي إلى أنه يشتعل وقود الديزل ذاتيا بدون أي وسيلة أو شرارة خارجية كما هو الحال في محركات البنزين. ما هي العوامل التي تطيل فترة عطلة الإشعال؟ أكيد هتكون بعكس العوامل التي تقلل من فترة عطلة الإشعال. أول شيء استخدام وقود ذي اشتعال ذاتي بطيء، يعني بين قوسين رقم سيتان منخفض. إذا استخدمنا وقود ذي رقم سيتان منخفض، فهذا يؤدي إلى إطالة فترة عطلة الإشعال. ومن هنا شباب برد أنوه إنه في بعض أصحاب المركبات يعمد على شراء وقود ديزل رخيص من محطات معينة. طبعا بتكون جودة هذا الديزل أقل، ليس هو أرخص، ولكن هو هذا سعره لأن جودته أقل، فبالتالي يؤدي إلى خلل في أنظمة حقن الديزل اللي بتكون في السيارة. فلذلك يجب استخدام وقود ديزل ذو جودة مناسبة وذي رقم سيتان مرتفع. اثنين، انخفاض درجة حرارة المحرك. يعني مثلا خربان الثيرموستات في المحرك، وبتكون السيارة تمشي طول الوقت وهي باردة، أو المحرك بارد، فهذا يؤدي إلى أنه فترة عطلة الإشعال بتكون أطول. ثلاث، خلط غير جيد للهواء بالوقود. قلنا لازم أنه يختلط الهواء بالوقود بشكل جيد. رابعا، دوران المحرك بسرعة لا حمل، يعني بتشغل السيارة لفترة طويلة جدا على الآيدل بدون ما تمشي فيها.
خامسا تقديم توقيت الحقن حيث يحقن الوقود في حين يكون الضغط ودرجة حرارة الهواء منخفضة. هذول العوامل الخمسة يجب انه ننتبه لها. في اشياء احنا بنقدر ننتبه لها مثل استخدام وقود ذي رقم ستان مرتفع، هي سهل جدا. انخفاض درجة حرارة المحرك بنقدر انه طبعا الصبح لما نشغل، بالنسبة لمحركات الديزل ما بدها فترة تحمية كبيرة، 30 ثانية إلى دقيقة في الأجواء الباردة كافية إلها، ولكن يمنع ضغط على دواسة الديزل بشكل كبير جدا، ورفع الـ RPM للمحرك لفوق الـ 2500 إذا كان المحرك بارد. بعد ما يحمل المحرك امشي زي ما بدك. بعدين خلط غير جيد للوقود بالهواء، طبعا هاي الشركة صانعة بتكون صانعة غرفة الاحتراق بطريقة معينة بحيث انه يتم خلط جيد للوقود والهواء. وكذلك دوران المحرك بسرعة اللا حمل، يعني يمنع ترك المحرك لفترة طويلة جدا انه شغال على الايدل. في ناس كثير بشوفهم بيتركوا المحرك شغال، بنزل بروح بشتري من الدكان وبغيب له حوالي 10 دقائق او ربع ساعة والسيارة بتكون شغالة على الايدل وهي حمياني، يعني المحرك حامي. هذا الحكي خاطئ جدا. تقديم توقيت الحقن، طبعا بالنسبة للبنزين في تقديم توقيت موعد الشرارة وتأخير موعد الشرارة. بالنسبة للديزل تقديم توقيت الحقن أو تأخير توقيت الحقن هذا يتم التحكم فيه في الأنظمة الحديثة عن طريق الكمبيوتر كما سوف نشرح إن شاء الله، بس نأخذ أنظمة الحقن بالتفصيل. المرحلة الثانية هي مرحلة الاحتراق السريع. يعني المرحلة الأولى هي مرحلة فترة عطلة الإشعال، بينما المرحلة الثانية هي مرحلة الاحتراق السريع. هذه المرحلة هي تعقب فترة عطلة الإشعال. تمتاز هذه الفترة بالارتفاع الشديد في الضغط والحرارة بسبب الاشتعال الوقود في داخل غرفة الاحتراق، وبتبلش من بعد فترة عطلة الإشعال وبتم الاحتراق بشكل سريع. بمجرد يعني الديزل اللي بدخل مباشرة بتم احتراقه، وليس كما هو الحال في فترة عطلة الإشعال. تقريبا تصل درجة حرارة الاحتراق في هذه المرحلة تقريبا 1600 درجة مئوية، والضغط يصل إلى تقريبا 70 بار تقريبا. ما هي العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الضغط خلال مرحلة الاحتراق السريع؟ أولا درجة حرارة اشتعال الوقود، ثانيا نسبة الانضغاط، ولكن بزيادة الضغط يزداد احتمال حدوث الدق اللي هو الطرق. يعني بالنسبة للنقطة الأولى اللي هي درجة حرارة اشتعال الوقود، كل وقود له درجة اشتعال معينة بالنسبة له. فإذا كان إذا كانت درجة حرارة الاشتعال عالية، فبالتالي يجب أن يكون ضغط عالي جدا حتى نصل إلى درجة حرارة اشتعال عالية. وإذا كان أقل، فبالتالي يجب أن تكون حرارة الاشتعال والضغط متناسبتين مع الوقود الذي يتم استخدامه. لذلك بالنسبة لمحركات ديزل، يجب استخدام وقود ديزل ذو رقم سيتان مرتفع يتناسب مع المحركات ونسبة الانضغاط اللي خاصة فيها. وعشان هيك لا يمكن استخدام وقود البنزين في الديزل أو العكس. ثانيا نسبة الانضغاط، ما نسبة الانضغاط هي التي تؤدي إلى درجة حرارة، يعني رفع درجة حرارة الهواء. فكلما كانت نسبة الانضغاط عالية جدا تؤدي إلى رفع درجة حرارة الهواء بشكل كبير جدا. هو حكي لك بين قوسين، بزيادة الضغط يزداد احتمال حدوث الدق أو الطرق. يعني انه في محركات الديزل وصلوا اعلى شيء لغايه 25 الى 1، ممكن يعملوها 30 الى 1، ولكن في هذه الحاله قد يحدث دق او طرق. بالنسبه لمحركات البنزين قد تصل الى 12 الى 1، اكثر من ذلك يؤدي الى حدوث الدق او الطرق في محركات البنزين. ما هي العوامل التي تؤثر على خصائص مرحله الاحتراق السريع؟ اولا طول فتره عطله الاشعال، طبعا احنا بنحاول قدر الامكان انه تكون طول فتره عطله الاشعال اقل ما يمكن، وذلك عن طريق استخدام الوقود المناسب. اثنين نسبة كمية حقن الوقود إلى كمية الأكسجين اللازم لإشعاله، يجب أن تكون كمية الأكسجين وكمية الوقود متناسبتين من أجل الوصول إلى الاحتراق المثالي. ثالثا جودة التذرية أو الخلط، من أجل خلط الوقود بالهواء بشكل جيد، وخاصة خلال المرحلة الأولى اللي هي عطلة الإشعال ومرحلة الاحتراق السريع. هذا فيما يخص مرحلة الاحتراق السريع. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الاحتراق البطيء، وهذه المرحلة تعتمد على معدل انتشار الوقود وكمية الأكسجين المتبقي اللازم للاحتراق. بعد ما تنتهي المرحلة الأولى والثانية
بضل كمية الأكسجين أقل، فبالتالي كل ما حاولنا إنه يتم خلط الوقود بالهواء بشكل أسرع وبشكل أفضل، كلما كانت هذه الفترة كلما حسنا من مرحلة الاحتراق البطيء. تمتاز هذه المرحلة بثبوت الضغط، الضغط فيها ثابت بسبب عاملين. العامل الأول انخفاض معدل الاحتراق لقلة الأكسجين، فيش عندي أكسجين كافي لسرعة الاحتراق، وفي عندي أكسجين ولكن كميته أقل، فبالتالي معدل الاحتراق بيكون منخفض. اثنين، انخفاض الضغط لانتهاء شوط الضغط، فبصير حتى لو في عندي احتراق سريع بنلاحظ انه المكبس يبتعد عن النقطة الميتة العليا باتجاه النقطة الميتة السفلى، فبالتالي كل ما بيزيد الضغط ولكن يعني بيزيد قيمة الضغط بسبب الاحتراق، ولكنها تقل من ناحية أخرى بسبب كبر حجم غرفة الاحتراق، لأن المكبس يبتعد عن النقطة الميتة العليا باتجاه النقطة الميتة السفلى. المرحلة الرابعة يا شباب هي مرحلة الاحتراق المتأخر، ويمكن تعريفها على أنها المرحلة الأخيرة من مراحل الاحتراق، عندما يكون هنالك تأخير بتوقيت الحقن مما يسبب عدم احتراق كامل للوقود أثناء شوط التمدد، فيكمل الوقود احتراقه أثناء شوط العادم. طبعا هاي المرحلة احنا بدنا نحاول قدر الإمكان إنها ما تكون موجودة، ولكن في جميع الأحوال راح يكون في عندي كمية من الوقود التي تحترق أو التي يتم اكتمال حرقها أثناء شوط العادم. الرسم اللي مبيني أمامنا يا شباب هي تمثل نظام حقن وقود بدائي قديم، المضخة المستخدمة فيه مضخة طولية أو بنسميها إنلاين. لو جينا تعرفنا على الأجزاء اللي بتكون منها نظام حقن الوقود، رقم واحد خزان الوقود، رقم اثنين اللي هو منظم الحقن، راح نشرح إن شاء الله ما هو منظم الحقن، في عندنا رقم ثلاث اللي هي مضخة التوريد أو المضخة التحضيرية، وطبعا تكون هي مضخة صغيرة وظيفتها سحب الوقود من داخل خزان الوقود وإيصاله إلى المضخة الرئيسية. بشكل عام جميع محركات الديزل فيها مضختين، سواء القديم أو الحديث، والحديث بيكون فيها مضختين، واحدة كهربائية والأخرى ميكانيكية، ولكن المحركات القديمة زي اللي مبيني أمامنا المضختين ميكانيكيات، عشان هيك المحركات القديمة كثير ما كانت تسحب هواء، فلذلك بكونوا حاطين الى هذا الجزء بنسميه باللغه العاميه ضراب، اللي بيعمل على التخلص من الهواء اللي بيكون موجود في مجاري الوقود. رقم أربعة اللي هي المضخة نفسها، مضخة الحقن الرئيسية. رقم ثلاث مضخة توريد أو مضخة تحضيرية. مضخة أربعة اللي هي رقم أربعة هي المضخة الرئيسية اللي بتقوم بضغط الوقود بضغط عالي. رقم خمسة منظم توقيت الحقن أو الجفرنر بنسميه. بالنسبة للأنظمة القديمة ما راح يتم شرحه، ولكن راح يتم شرحه في المضخة الدوارة إن شاء الله، مضخة الإنلاين أو الطولية، مش راح نتطرق له، ولكن راح نتطرق له في المضخة الدوارة اللي أحدث من هاي المضخة بشيء بسيط، لأنه في مضخات ثانية أحدث منها أيضا. رقم ستة اللي هو فلتر الوقود. رقم سبعة أنبوب الفائض اللي بيكون طالع من فلتر الوقود وراجع لوين؟ لخزان الوقود. رقم ثمانية اللي هو البخاخ، ورقم تسعة أنبوب الفائض أو الديزل الراجع من البخاخ باتجاه تانك الديزل. طبعا هاي الشكل توضيحي مبسط لأبسط أنواع أنظمة الحقن اللي هي النظام القديم. بنلاحظ إنه هي طالع منها ست مواسير في الأعلى زي ما احنا شايفين، إذا في عندي ست بخاخات أي المحرك ست أسطوانات. طبعا بيكون فيها هاي لكل واحد من داخلها في مكبس اللي بيقوم برفع الضغط من قيمة قليلة إلى قيمة عالية وإيصاله إلى البخاخ من أجل ضخه في داخل غرفة الاحتراق. الآن يا شباب بدنا نشرح طرق حقن وقود الديزل وأنواع أنظمة الحقن. يتم حقن وقود الديزل بطريقتين، هما الحقن المباشر، وجميع المحركات الحديثة أصبحت تستخدم الحقن المباشر. اثنين، الحقن غير المباشر، كانت هذه الطريقة تستخدم في الأنظمة القديمة، حيث يتم حقن الوقود في غرفة ثانوية وتكون هذه الغرفة متصلة مع داخل غرفة الاحتراق،
ويتم إيصال الوقود أو الاحتراق من الغرفة الثانوية للغرفة الاحتراق الرئيسية. ممكن الشكلين اللي بينات أمامنا ببيننا، فبنلاحظ إنه هذول الشكلين اللي بينات على اليمين هذا حقن غير مباشر، بينما الشكل اللي على الشمال هو الحقن المباشر. فبتلاحظ هذا هو البخاخ زي ما احنا شايفين ببخ مباشرة في داخل غرفة الاحتراق، ويتم خلط الوقود والهواء مباشرة في داخل غرفة الاحتراق، وبكون البستون ذو شكل خاص من أجل سهولة خلط وقود الديزل بالهواء، وبالتالي نصل إلى درجة حرارة عالية وسرعة اشتعال ذاتي وسريع. بينما الحقن غير المباشر، نلاحظ يا شباب لاحظنا في غرفة هنا، هي في عندك كان غرفة ثانوية يتم حقن الوقود فيها، وحتى شمعة شمعة تسخين اللي هي يعني شمعة تسخين الهواء بتكون موجودة فيها، اللي بيتم تسميتها باللغة العامية الدفاية زي ما احنا شايفين، بتكون موجودة هان بحيث انه بتسخن هذا الهواء الموجود هان. بس يتم عملية الحقن في هاي المنطقة، بيشتعل وبينزل الضغط مع الوقود لهاي المنطقة اللي هي غرفة الاحتراق، وبالتالي يكبس على المكبس إلى أسفل. وهذه أيضا كمان شكل آخر للغرفة الثانوية. على كل، بالنسبة للأشكال اللي في اليمين انتهت وغير مستخدمة في المحركات الحديثة، فقط الشكل على الشمال اللي هو الحقن المباشر هو المستخدم، وتم التخلي عن الحقن غير المباشر. الآن يا شباب بدنا نحكي عن الدائرة الكهربائية للنظام المساعدي في التشغيل. زي ما احنا شايفين في عندي هان مخطط كهربائي يمثل الدائرة الكهربائية للنظام المساعدي في التشغيل. لو جينا يا شباب اطلعنا على الأرقام اللي بتكون منها، في أول شيء في عندي خط 30 اللي هو اتفقنا إنه خط موجب البطارية، في عندي خط 15 اللي هو الخط اللي طالع بعد مفتاح الإشعال. بالنسبة لمحركات البنزين بيكون متجه للكويل، محركات الديزل بيكون متجه لتشغيل الدوائر الكهربائية المختلفة وإيصال التيار الكهربائي للدوائر الكهربائية. خط 31 اللي هو خط السالب أو خط الشاصي، اللي بيكون يعني الشاصي السيارة بيكون مشبوك مع القطب السالب للبطارية. الآن في عندي رقم واحد هان يمثل اللي هو السيلف، رقم اثنين مفتاح الإشعال أو الإجنيشن سويتش، رقم ثلاث وحدة التحكم في شمعات التسخين أو بنسميه كتاوت الدفايات، رقم أربعة اللي هو الانجن كولنت تمبرتشر سنسور مجسس حرارة المحرك، رقم خمسة الدفايات نفسها، رقم ستة اللمبة اللي بتكون موجودة على التابلو اللي بتبين انه الدفايات قاعدة بتعمل، فلما بفتح السويتش لازم تضوي هاي اللمبة. ممنوع اشغل السيارة الا تطفي، يعني انه عملية تدفئة غرفة الاحتراق اكتملت. رقم سبعة مفتاح بكون موجود في دعسة الوقود. الان لما افتح السويتش وتكون المحرك بارد، بصل اشارة من رقم اربعة اللي هي مجهز حرارة المحرك الى الكمبيوتر انه المحرك بارد، فعندها تقوم وحدة التحكم بشمعات التسخين اللي هو كتاوت الدفايات بايصال التيار الكهربائي للدفايات حتى يعمل على تسخين غرفة الاحتراق. كلما كانت الحرارة باردة كلما طالت مدة التسخين. الآن بيشتغل لفترة معينة ثم يطفئ الضوء اللي بيكون موجود أمام التابلو، ولكن هذا لا يعني إنه عملية إنه الدفايات انقطع عنها التيار الكهربائي، بل إنها تبقى تعمل حتى بعد تشغيل المحرك. طبعا في إلها أسس وقواعد يتم عمل الدفايات فيها، سوف يتم شرحها بالتفصيل إن شاء الله لما نيجي ندرس مضخة الـ VE أو المضخة الدوارة الإلكترونية. الآن يا شباب بدنا ندرس تطور أنظمة حقن وقود الديزل. حكينا سابقا إنه نظام الإن لاين أو المضخة الطولية هو نظام قديم، طبعا كان مستخدم أكثر شيء في الشاحنات. بتطلع على حجم المضخة، شوفوا حجم المضخة كبير، تم شرح هاي الرسمة سابقا، فحجم المضخة كبير جدا، فبالتالي لم ينتشر استخدام هذه المضخات في السيارات الصغيرة. ولكن النوع الثاني اللي هو الدوار تم استخدامه في السيارات الصغيرة بشكل أكثر. هذا أيضا كمان الرسمة اللي على اليمين أيضا تمثل لي المضخة الطولية أو نظام الحقن بمضخة طولية. هاي في عندي هان تنك الديزل، بيطلع الديزل منها لا المضخة التحضيرية اللي حكينا عنها، اللي هي مسميها انجكت او عم مسميها عفوا انا فيد بامب، لازم يكون اسمها فيول فيد بامب. بعدين بيجي الانجكشن بامب اللي هي المضخة الرئيسية. من المضخة الرئيسية بيطلع الوقود الى البخاخات مثل ما احنا ملاحظين.
طبعا في هنا شغله، بس المضخه الرئيسيه قبل، عفوا، من المضخه التحضيريه بده يطلع على الفلتر، ومن الفلتر يفوت على المضخه الرئيسيه، ما بيفوت مباشره من المضخه التحضيريه الى المضخه الرئيسيه الا يمر عبر الفلتر، مثل ما مبين ايضا في هاي الرسمه، بيطلع من المضخه التحضيريه للفلتر، ومن الفلتر ايضا بروح بعديها المضخه الرئيسيه. هذا النظام يا شباب احنا ما راح ندرسه بالتفصيل، راح ندرسه بشكل مختصر لانه قليل استخدامه في السيارات، وايضا هو نظام قديم لم يعد يستخدم نهائيا، حتى في الشاحنات تم استخدام انظمه السي دي اي. النظام الثاني هو نظام حقن وقود الديزل بمضخه دواره او توزيعيه، بنسميها بالانجليزي ديستريبيوتر بامب سيستم، اختصارها بالالماني في اي، في اي اختصار لكلمات بالالماني. هاي المضخه لو جينا طلعنا عليها، أو قبل ما نطلع على المضخه نشوف النظام، هي مبين عندي هان، هاي بيطلع الوقود من خزان الوقود، بدخل لداخل المضخه، المضخه بتعمل على ضخه وتوزيعه الى الاربع بخاخات او الست بخاخات مثل ما هو مبين امامنا هان، او خمس بخاخات او ست بخاخات، 1 2 3 4 5 6، هاي هي المضخه التوزيعيه اللي مبينه امامنا باجزائها المختلفه. بنلاحظ مثلا رقم واحد اللي هي بريشر كنترول فالف، اللي وصمام تحكم الضغط، ان شاء الله هذول الاجزاء راح اشرحهم بعد شوي، خليني اوريك اجزائهم وين موجودات على المضخه، وان شاء الله راح نشرحهم جزء جزء. اثنين جفرنر اسمبلي، هو بالعربي بسموه الحاكم، والذي يقوم بالتحكم بسرعه اللاحمل في المضخه. رقم ثلاث اوفر فلو ريستريكشن، وهو صمام حصر زيادي في التدفق، والذي يمنع تكون كمية كبيرة من الوقود في داخل المضخة، أي أنه يعمل على إيصال الوقود الفائض أو إرجاعه إلى خزان الوقود. رقم أربعة اللي هو ديستريبيوتر هيد، اللي هو رأس المضخة يا شباب زي ما احنا شايفينه، وبيكون في داخله بلانجر بتحرك، هذا البلانجر بيعمل على إنتاج ضغط عالي جداً. رقم خمسة فين تايب فيول سبلاي بامب، اللي هي المضخة التحضيرية، بمعنى آخر هاي المضخة أنا من برا بشوفها مضخة واحدة، ولكن هي عمليا مضختين. اتفقنا سابقا انه جميع محركات الديزل بيكون فيها مضختين، واحدة تحضيرية والثانية رئيسية، قد يكون ان هذول المضختين في مضخة واحدة مثل ما هو مبين امامنا في المضخة التوزيعية، وقد يكون المضختين منفصلتين. فاللي مبين امامنا الان من الخارج مضخة واحدة، ولكن عمليا هن مضختين. فالمضخة اللي هي رقم خمسة اللي اسمها فين تايب فيول سبلاي بامب، هي عبارة عن المضخة التحضيرية والتي وظيفتها سحب الوقود من خزان الوقود إلى داخل المضخة الرئيسية، التي تقوم بضخه إلى باقي والتي تقوم برفع الضغط وبخه إلى البخاخات المختلفة. رقم ستة تايمينج ديفايس، اللي هي أداة التوقيت. حكينا سابقا انه في عندنا اداه تعمل على تقديم وتاخير توقيت الحقن، كما هو الحال في محركات البنزين. في محركات البنزين تقديم وتاخير موعد الشراره، ولكن في محركات الديزل اداه الحقن تعمل على تقديم وتاخير موعد البخ في داخل غرفه الاحتراق. رقم سبعه كام بليت، او صحن الكامات اللي مبين امامنا، طبعا راح ندرسه ان شاء الله بالتفصيل. حاليا بدي اياك تعرف انه في بروز عالي هيو، وفي نزول، بروز ونزول، هذا من اجل انه يتحرك البلانجر اللي بيكون ممتد في داخل راس المحرك حركه تردديه. ان شاء الله بوريك فيديو كيف مبدا عمله، لانه حاليا ممكن يكون صعب شرحه عن طريق الرسمي الثابته. في عندنا رقم ثمانية الكترو ماجنتيك شت اوف فالف، اللي هو يا شباب صمام قطع الوقود، لما اجي اطفي السياره بنفصل التيار الكهربائي عن رقم 8، فبمنع الوقود انه يصل لداخل راس المحرك، عفوا راس المضخه، فبالتالي ينقطع الوقود عن البخاخات فينطفئ المحرك. هذه هي شباب المضخه التوزيعيه او المضخه الدواره القديمه، ما فيها تحكم الكتروني نهائيا. بالنسبه للمضخه الحديثه نفس الشكل مع تغييرات بسيطة جدا فيها، بكون فوق في عندي كهرباء وتحت في التايمينج ديفايس في كهرباء، ان شاء الله راح نبلش دراستها بعد هاي مباشرة. هاي هان معطيني التفاصيل اللي شرحناها سابقا، فمثلا البريشر كنترول فالف اللي هو صمام التحكم بالضغط، يقوم بالتحكم بضغط المضخة التحضيرية، لاحظ انه بتحكم بضغط المضخة التحضيرية وليس ضغط المضخة الرئيسية.
اثنين اللي هي الجفرنر اسمبلي او الحاكم يقوم بالتحكم بسرعه اللاحمل. ثلاث الاوفر فلو ريستريكشن اللي هو صمام حصر الزيادي في التدفق، منع الزيادي في الوقود داخل جسم المضخه، وبالتالي ايصال الوقود الفائض الى خزان الوقود، يعني ارجاعه الى خزان الوقود. اربعه ديستريبيوتر هيد وذ هاي بريشر بامب اللي هو راس المضخه توزيعيه، والذي يقوم بوجود البلانجر مع رفع الضغط الى، او الذي يقوم الى رفع الضغط الى ضغط عالي جدا وتوزيعه الى البخاخات. اذا في داخله بكون في عندنا بلانجر، ومثل ما ذكرت رح اوريكم اياه فيديو كيف بيعمل. بس نصل للنظام الالكتروني، هناك نشرحها بالتفصيل ان شاء الله. خمس فين تايب فيول سبلاي بامب اللي هي المضخه التحضيريه اللي قلنا وظيفتها سحب الوقود من داخل تنك الوقود وايصاله الى المضخه الرئيسيه. رقم 6 تايمينج ديفايس اداه تقديم الحقن او توقيت الحقن، حيث انه عند زياده سرعه المحرك تزداد سرعه المضخه ويزداد ضغط المضخه التحضيريه الذي يحرك الكامي، وبالتالي يتم تقديم الحقن. باختصار يا شباب، لانه هاي السطر اللي مكتوب هان بده شرح كثير، باختصار اداه تقديم الحقن تعمل على، كلما زادت سرعه المحرك تعمل على تقديم الحقن، كما هو الحال في محركات البنزين، كلما زادت سرعه دوران المحرك ادى ذلك الى زياده تقديم موعد الشراره، وهنا ايضا بدال تقديم موعد الشراره يتم تقديم موعد الحقن. سبعه الكامي. الكامي يا شباب اللي هي طبعا بنسميها بالانجليزي كام بليت او صحن الكامات، خلينا نسميه احسن من الكامي، صحن الكامات، يتم من خلالها عمل الحركه التردديه للبلانجر اللي هي مثل ما ذكرت لكم سابقا هان. البلانجر بيكون موجود هان، وهي صحن الكامات اللي بيكون موجود هان. في يعني لاحظ انه لما يدور في الارتفاع، لما الارتفاع هذا اللي هان يجي على هاي البكره، والارتفاع الثاني اللي هان يجي على هاي البكره بتقدم للامام، وبس يلف كمان بيجي المنطقه المنخفضه، فبيعمل الزومبرك على ارجاعه للخلف. على العموم اللي ما استوعب مني حاليا يعني ما يهتم كثير، لاني راح اوريك اياه بشكل فيديو كيف بيعمل. 8 الكترو ماجنتيك شات اوف فالف هو الصمام الذي يعمل على قطع الوقود عند اطفاء المحرك. ماشي، ان شاء الله يا رب نكون هاي الامور بسيطه وسهله بالنسبه لكم. الان يا شباب، المضخه الدواره او الفي اي بامب هي من اكثر المضخات التي تم استخدامها في المحركات السيارات الصغيره، وانتشرت بشكل كبير جدا، وتم استخدام انظمه الكترونيه عليها تقريبا لغايه العام 2006، وكانت مستخدمه بشكل كبير، ولكن بعد هذا العام تم جميع السيارات التحول الى نظام الكومون ريل دايركت انجكشن. ان شاء الله راح نشرحه بعد ما نخلص شرح هذا النظام. طبعا نظام الكومون ريل او سي دي اي تم استخدامه، اول ما تم استخدامه في عام 97 96 الى 97، ومنذ ذلك الوقت وجميع السيارات بدات تحول الى نظام سي دي اي بسموه، او سي ار دي اي كومون ريل دايركت انجكشن. هذا كمان نظام توضيحي اخر للمضخه الدواره، يتم شفط الوقود من خزان الوقود مرورا بالفلتر، بعدين بيجي المضخه، وقلنا هي عباره عن مضختين، مضخه تحضيريه ومضخه رئيسيه، ثم يتم ضغط الوقود بضغط عالي الى البخاخ، وفي عندي ايضا وقود راجع من البخاخ يتحد مع خط الوقود اللي راجع من المضخه في خط واحد ويرجع الى خزان الوقود. النظام الثالث يا شباب من انظمه حقن وقود الديزل هو اليونت انجكتور او اليونت بامب، يعني في منه نوعين، هاي يونت انجكتور او يونت بامب، وهو عبارة عن نظام تم استخدامه بشكل أكثر في الشاحنات الكبيرة. هو نظام نوعا ما حديث مقارنة بالأنظمة السابقة، مشكلته أنه صعوبة تركيبه وتثبيته على رأس المحرك، فبيكون في عندي مثلا محرك أربع أسطوانات، بيكون في عندي أربع مضخات بتكون راكبة على عمود الكام شافت على رأس المحرك. استخدم بشكل واسع في الشاحنات الكبيرة، ولكن حاليا نظام السي دي اي يا شباب اجى وتم الاستغناء عن جميع الانظمه الاخرى، لان نظام السي دي اي او السي ار دي اي كما تسميه بعض الشركات افضل بكثير من الانظمه الاخرى. رابعا نظام حقن وقود الديزل بتحكم الكتروني بنسميه الكترونيك ديزل كنترول، واللي بنقدر اصلا نعتبر رقم خمسه تابع له، يعني بنقدر نعتبر نظام السي دي اي او سي ار دي اي او الكومون ريل تايب فيول انجكشن سيستم احد انظمه الاي دي سي او الالكترونيك كنترول ديزل. بس ليش تم فصلهن لنظام رابع وخامس؟ لانه الالكترونيك ديزل كنترول تم استخدام
التحكم الكهربائي في المضخة الطولية أو المضخة الدوارة، فعشان هيك هي مضخة دوارة ولكن تم التحكم فيها إلكترونيا. لما أجى نظام السي دي أي أو الكومن ريل تايب فيول انجكشن سيستم، تم الاستغناء عن جميع الأنظمة لغاية عام 2006. بعد 2006 حولت جميع السيارات إلى الكومن ريل تايب فيول انجكشن سيستم. فمثلا لو أخذت سيارات السكودا 2003 2004، بتلاقي في عليها موجود المضخة الدوارة اللي هي الفي اي، ولكن بعد 2006 بتلاقي عليها نظام الكومن ريل دايركت انجكشن. الشكل اللي مبين امامنا يا شباب ببين شكل لمحرك ديزل. لو جينا طلعنا وقرأنا شو مكتوب عليه، خلينا نشوف شو منيش متكون. في عندي العشمال الانلت كام شافت، فاذا بده يكون على اليمين الاكزوست كام شافت. ما المقصود بالانلت كام شافت والاكزوست كام شافت؟ الانلت كام شافت هو الكام شافت اللي بيتحكم في الصمامات اللي بتسمح الهواء بالدخول الى داخل غرفة الاحتراق. الاكزوست كام شافت والكام شافت اللي بتحكم في خروج غازات العادم من داخل غرفة الاحتراق. كومن ريل انجكتور اللي هو هذا البخاخ، لاحظ انه البخاخ حجمه بيكون كبير مقارنة ببخاخ البنزين. في عندنا الاكزوست بورت اللي هو مجاري العادم، بتطلع وبتتجمع في ماسورة ثم تذهب الى مؤخرة المركبي. في عندي هان الاكزوست فالف اللي هو صمام العادم. في عندنا هان كولينج داكت ان بيستون، راح اشرحها بعد شوي شو مقصود فيها الكولينج داكت ان بيستون، بشرح لكم اياها كمان شوي شو المقصود فيها. في عندنا هان بيستون ريسز اللي هي الشكل اللي مبين امامنا هان، هذا بنسميه بيستون ريسز. طبعا بيستون اللي هو البستون. سلندر بلوك اللي هو عباره عن اسطوانه المحرك. انلت فالف صمام الدخول. انلت بورت اللي هي مجاري الهواء اللي بيتم دخول بيتم تمرير الهواء من خلالها الى داخل غرفة الاحتراق. مثل ما ذكرت لكم بدي احكي لك شيء الكولينج داكت ان بيستون. في بعض انواع محركات الديزل بسبب ارتفاع الحرارة العالية جدا في البستون يؤدي الى انصهاره، فبالتالي يجب المحافظة على البستون بشكل مبرد، فبيكون في داخله مجاري يتم ضخ الزيت فيها، وذلك من اجل تبريد البستون. زي ما احنا ملاحظين هان هذا احد الاجزاء، في بكون تحت مثل بخاخ بيعمل على ضخ الزيت. انا ما بعرف اذا حكيت ديزل في الاول، ضخ الزيت في الجزء السفلي من البستون. في طبعا فيديو بوريكم اياه في محاضرات لاحقة ان شاء الله. فبدخل الزيت وبصير يعمل حركة دائرية مثل ما احنا ملاحظين في داخل البستون، هذا يعمل على تبريد البستون ومنعه من وصول درجة حرارته إلى درجات حرارة مرتفعة وبالتالي انصهاره. الرسمة اللي مبينة أمامنا يا شباب هي رسمة مختصرة لتطور أنظمة حقن الديزل. النظام القديم جدا اللي هو أقدم نظام الإن لاين بامب اللي هي المضخة الطولية. بعدها اخترعوا الديستريبيوتر بامب في إي اللي هي المضخة الدوارة بتحكم ميكانيكي. بعديها اخترعوا الديستريبيوتر بامب في بي اللي هي التحكم او المضخه الدواره بتحكم الكتروني او تحكم كهربائي. بعدين في عندنا هان اليونت بامب انجكتور مثل ما احنا ملاحظين اللي هي اليونت بامب او اليونت انجكتور حسب النظام. طبعا شو الفرق بين اليونت بامب واليونت انجكتور راح نشرحهم بعدين. واخر نظام موجود وحتى هاي اللحظه مستخدم اللي هو الكومن ريل دايركت انجكشن. بنلاحظ انه فوق كان في عندي ميكانيكال، الانظمه القديمه ميكانيكال، بينما الانظمه الحديثه هي عباره عن انظمه الكترونيه. الان يا شباب في عندنا مجموعه من الاسئله ان شاء الله راح احط لكم اياها على الموديل، يجب حلها خلال اسبوع من ابتداء من اليوم، يجب حلها خلال اسبوع من الان. بحكي لكم هاي عليها علامات تحسب جزء منها او من هاي العلامات يتم حسابه لعلامه المشاركه، والجزء الاخر يتم حسابه مع امتحان الفيرست. فبالتالي يجب حلها وارسالها ضمن الفترة المتاحة لكم. بعديها ما في مجال انه واحد يتصل علي مثل ما كان يصير في الفصول السابقة او الواجبات السابقة، انه يا استاذ انا كان في دقيقة دقيقتين حليت وسكر بعد دقيقة وتصور لي اياه وتبعث لي اياه. انا من الان بحكي لك في عندك مدة مقدارها اسبوع، ابدأ اليوم بحلها. وطبعا كل واحد محل ابدر كل ما باخذ علامة أعلى.